لا شك أن في شهر رمضان أيضا الإنسان يسعى إلى كثير من الأمور ويحرص على الدهن العداني، وأيضا هناك من يحرص على أن يكون الفقع طبعا موجود على المائدة إذا كان في موسم الفقع. عموما خلونا نتجول في سوق الفقع وسوق دهن العداني ونشوف هذه الجولة شو طلعت لنا في الكاميرا من آراء وأيضا أسعار وكثير من الأمور المتعلقة بالدهن العداني والفقع. كم الفقع؟ الفقع هذا بأربعة ونص وهذا بخمسة. برمضان رخص ولا غلط؟ إن شاء الله يخص. إن شاء الله يخص. يكثر. أول ما إيش كثر؟ أول ما يبعناه بستة وسبعة. والحين؟ الحين بخمسة وأربعة. من وين هذا؟ مصري. ما عندك مال السعودية الكويت؟ إن شاء الله يجي مال السعودية يبشر إن شاء الله. أي لد؟ اللد مال السعودية. السعودية والكويت. بس. المصري ليش مو؟ التربة تختلف. من العداني غالي ولا رخيص؟ والله حسب النوعية. أكو إيراني رخيص وأكو سعودي وأكو سعودي. والله خسارة. الأسعار. الأسعار من 12 وكويتي 12. 10. من 12 إلى 5. 10. متقاطعة. الإيراني كم؟ الإيراني 5 معروف 4.5 5 4.5 5. ايش يفرق بين السعودي والايراني والكويتي؟ الفرق الله يسلمك زفاره الايراني زفر شوي السعودي زين وسمنا اكثر واكثر زين مهيل طبعا بدون شك. الدهن العداني اللي عندك شنو؟ دهن سعودي. وبعد حق غنم طال عمرك عدام. كويتي ما عندك؟ كويتي فيه بعد. السعر على 8 على 9 على 7 بس الناس يحبون الرخيص يعني ترى الكيلو. يقولون زفر بعض الدهن لا يعني يمكن بعضها قديم يعني وش الناس اللي يعني يجيبونها ويحاطينها بقوطي قوطي هذا يعني بسكوت هذا احنا يسوي يعني مثل ما تقول يظهر له الحشو. واذا هذا ما يحطون معه دبسه الدبسه حافظه شوي على اقبال الدبس حق اسال التمر على اقبال الدهن ان شاء الله. اي والله ما شاء الله مبروك على اقبال قبل ما في يعني واجد اللي يقط اسعاره بعد مختلفه. اي نعم 4 دنانير و4 ونص على 4 كيلو. من وين جاي؟ يعني؟ من السعوديه اكثر ما شاء الله. نعم الكويتي ما في. والكويت فيه يعني بعد خبيث يعني وصل سعره يختلف حق غنم وماعز يعني السعر يختلف طبعا يختلف. بعض الناس يبيع ب4 بعض 3 يعني حسب شكل هذا من الطبخ يعني بعضه طبخ بعضه مسوي شوي يعني تعرف رتيب. أسعاره طال عمرك فيه سمن ب10 وسمنة ب6 غلا ولا رخص؟ أبدا غالي يعني ب10 غالي. والفقع؟ الفقع على 6 وعلى 10 وعلى 8 برمضان لا مو غلط أكيد غلط لأن موسم السعودي ما فيها يستغلون الموسم والناس عرفت أنه ما الشيء بيخلص ومو بيخلص ثاني يوم رمضان كل شيء أوفر من أول هاي عشرة لح دلال لا نشتري فقع من برا جينا ونبيعه من مصر نعم واللي يبيعه هم عاملين نعمل هناك نعم نتصل وياهم تليفون يجدون الفقع. يقولون الفقع غالي اليوم غالي ولا امس انسى بشوي اليوم قليل يلا جت من الطياره سيارتين بس الدهن العداني العداني على الاصلي ماكو اصلي الحين جديد ماكو عتيج مال العام مال السنه ما في ماكو مال السنه وان شاء الله ورا شهر بيصير يكون في حزوره واحنا ما ندري لا لا ما ابو حزوره بس انه عتيج بس انه سعودي هو هي من السعوديه ما حد يورد علينا دهن اللي من السعوديه
والدهن طيب بس انه قديم. عزيزي المشاهد، نتمنى لك ان شاء الله يعني الاكل يكون هنيء من خلال الدهن العداني وايضا الفقع اذا كنت قدرت تحصل عليه بالاسعار اللي موجوده الحين. الان ننتقل الى جانب اخر وهو مطبعه حكومه الكويت. هذه المطبعه قبل ان نتكلم عنها خلونا نعطيكم نبذه يعني شبه تاريخية من الموسوعة الكويتية القديمة للمرحوم حمد السعيدان. يقول مطبعة الحكومة إدارة من أقسام وزارة الإعلام، تأسست في 15 أكتوبر سنة 1956 وتضم مطبعة كبرى من أحدث آلات الطباعة طبعا في ذاك الوقت، تتولى طبخ جميع مطبوعات الدولة إلى جانب مجلة الكويت اليوم الأسبوعية ومجلة العربي الشهرية. طبعا هي تصير مثل المطبعة يعني يتم تجهيز كل الأمور هذه وتطبع مثل ما قلنا مجلة الكويت اليوم الأسبوعية ومجلة العربي الشهرية ومجلة الكويت نصف الشهرية، بالإضافة إلى طبع الكتب للمؤلفين والأدباء الكويتيين، كما تتولى طبع القرآن الكريم وكتب التفسير والتراث العربي. طبعا هذا كان في السابق، لكن اليوم أيضا المطبعة عليها مسؤوليات كبيرة وأمور كثيرة جدا جدا غير اللي كانت، تعرف على العديد من الأمور المتعلقة بالمطبعة مع السيد مدير المطبعة السيد عبد الوهاب السند. خلونا نشوف شو يقول عن مطبعة حكومة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعد معالي وزير الإعلام في حديث سابق بشأن تطوير أجهزة المطبعة، وهذا الوعد تبلور إلى الواقع وها هو أمامكم وأمام الأخوة مشاهدي تلفزيون الكويت وقراء مجلة العربي. هذا الجهاز المتقدم وذو تقنية عالية، وقد دخل المطبعة حديثا حيث تتم طباعة 8 ألوان في آن واحد. ولتوضيح الصورة أكثر، حاليا مطبعة الحكومة تقوم بطبع 6.5 مليون طبعة لتنجز مجلة العربي شهريا. دخول هذا الجهاز الجديد انتصف الوقت إلى النصف من ناحية الجهد والوقت والإدارة، حيث تطبع الماكينة 4 لون وي و4 لون ظهر. فحاليا يتم إنجاز طبع العربي 3.25 ملايين بدل ما كان 6 ملايين، وهذا إنجاز عظيم. المطبعة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، وماكيناتنا القديم منها والحديث يعمل بطاقة معينة. مثلا الجهاز الجديد الحديث هذا يطبع بالساعة 15,000 نسخة، والأجهزة القديمة تطبع بالساعة 6,000 إلى 7,000، وتنجز المجلة في وقتها وفي أقصر مدة. الأشياء اللي تسويها المطبعة، مطبعة الحكومة تقوم بطبع جميع مطبوعات الدولة بدون استثناء، منها
مجلة العربي، مجلة الكويت، الجريدة الرسمية، ملاحق الجريدة الرسمية، جميع مطبوعات الدولة، عالم الفكر، سلسلة المسرح العالمي، مطبوعات الأدباء ومطبوعات الدولة ككل بدون استثناء. برأيك هل هناك تغطية شاملة للدولة؟ والله في تغطية تصل إلى 90%، من 80 إلى 90%، ونحن بحاجة، لكن تجاوزنا المراحل العسيرة والآن نحن لله الحمد. العربي يصدر للأماكن الثانية؟ مجلة العربي تصدر إلى جميع أنحاء العالم بما فيها أمريكا، كندا، فرنسا، جميع الدول الغربية. عدد النسخ اللي تقول؟ 300,000 نسخة شهريا موزعة على؟ على جميع الدول بما فيها العربية وغير العربية. أستاذ عبد الوهاب عساكم على القوة. جزاك الله خير وما قصرت. عزيزي المشاهد، سوق السمك وسوق اللحم وذكريات من رمضان في الكويت قديما، والفقع والدهن والمطبعة، هذا اللي طلعت في جولة الكاميرا، لكن أيضا اللقاء القادم إن شاء الله سيكون مع مواضيع أخرى إن شاء الله، إذا ما يعني صار هذا الاستطلاع اللي موجود في الحلقة هذه يثير اهتمامك، ربما هناك أيضا في الحلقة القادمة الكثير من المواضيع، وخلال لقاءاتنا أكيد راح تحصل الشيء اللي تبيه من خلال جولة الكاميرا. إلى اللقاء.